قالوا لي في من ايش طيبين هون. لا 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 يا يا الله يسامحك. مين قال لك؟ اشتقت لك كل يوم شايفك. مين وديك؟ مين جلك علينا؟ اي والله اهلا وسهلا. مين جلك علينا؟ اهلا اهلا كمان اهلا 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 وسهلا. اهلا وسهلا. اسمعنا اسمعنا اسمعنا. بونجور. شفينا حامد هذول عمري معهم. كيفك؟ كيف احوالكم يا عمي؟ اشتقنا لك. اهلا وسهلا. كيف شباب؟ جيلا. في حامد. انت كيف وصلت لعنا؟ الصورة العجيبة. شو عم ناكل هون؟ شو عامل له؟ هذا بيض قورمة وجبنة بيض بلدي أكيد. وهي لحمة بعجين وهيدا السجق شغلنا نحن كمان. لا شكل. شو عم ناكل شي جديد اليوم؟ تعرف شو؟ وحدة زعتر عادي. وحدة خفيفة نظيفة. وحدة لحم عجين وحدة بيض قورمة. عظيم. وغيره. وين كنت بصيدا هدولي؟ امبارح كنت بصيدا. حضرناك هذيك اليوم بطرابلس. ايه طرابلس كانت حلوة كمان. امبارح صيدا كانت كثير كثير حلوة. انت وين حبسكنت؟ يلا لازم. هلا بنظبطها قريبا. معودين ب 15 بار تجوا. بتفوق؟ ايه مزبوط. سنة 2015. تفاحات باسكنتا فوق. دوري اعطيني بايت تايم. يعني سجال عندك كتير بس كل مرة مش عم نذكر انه ما كانت عجين ما فيه انه كل شي بنعمل على الطبيعة. كل شي هون كل شي بالبيت هوم ميد ستلور. واكلنا معك هذيك اليوم كنت بطرابلس ما خلينا شيء ما اكلنا معك. وهذا كريكور بس حامد نسمع صوتي. يلا اول شيء دائما بنبلش بمنوشتي اللي هي جبنه وقوارمه وبيض وزبده وسمنه. بعدين شوي زعتر لحم عجين والبقيه. دقيقة بس تنعرفك على الدكتور انطوني الحيل هو اللي عمل فيديو نو جارليك نو اونيون عنا وقت نزلوه على الام تي في. كم مشتون اثنينون؟ لا بعرف وحده عم تكمشى امل. عملت زينة راح الطريق. عملتهم لعبة. ايه خبيرة. لأنه جنينين يسلمون. كم نوع جبنة بنحط؟ أربعة. أربعة نوع جبنة. وقوارمة وبيضتين. عم بزعلك انطوني؟ ابدا ما في احسن منه. ايه ساعة بيسرب على البيت؟ لا بيسرب بيجي بيقعد مع الولاد. لانه غير شهر لانه غير شهر بيبرم الدنيا. وليش هاي الكرتون؟ Non, il n'est pas sale,
صار يعطيني سنت كرتون عمي المعلم. يلا جايبك رمي جايبك. هذا كريكور هاي الله حطيها هون. عم نعمل لها مكياج. ايه هيدي السمنة بالاخر نعمل لها شوية ميك اب كمان وش. يلا حضرنا السلام. عملنا بيض قورمة. لحم بعجين؟ ديك لحم بعجين؟ طيب بيستحوا شو بدي اقول لك؟ ليش؟ بيستحوا مطعم غريب هون؟ لحم بعجين؟ لا ما بتجي. ما بعرف بتجي. عملنا بيض قورمة لحم بعجين شو بنعمل معه؟ زعتر سادة بس بابي ما دام في وجه البيتزا تشيز بور؟ اوكي تيجي حط زعتر من البلور عملنا معه كم سنة صار؟ 54؟ 56 سنة شعوبك كم سنة؟ هيدا عمره 47 سنة 47 سنة هيدا الشعوب هاي شو؟ ما نقوش الزعتر مع خضر كثير ثاني مع بندورة وبصل ايه والله بس تطلع من كحيلة كمان غير شو بدنا نعمل خلص بيقدوا بدنا نتحلى اكيد صار 12 عندنا غدا بعد شوي عشان تحكي انا جيت بكي شوي تبقى تتغدى غدا وين بالبيت ولا عند البيت صار لهم زمان ما شافوك يا ولاد يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يلا حضرنا بندور وزيتون توقف حد هون طيب تعمل طيب بيطلع على مصلحة توقف هون توقف هون توقف هون خلي صورك انزل بتاعي خلال بكتاعي بيستحي 30% من وقتي بروح جمعة وسبت وأحد على الصور 30% ما نصور نحن وياك ما عم بشتغل طبعا بتتغير الايام صار كل شيء له علاقه بالصور شو كمان؟ احد الساعه 4 كانوا ببكيش عند زبيلات واجوا لعنا بين الساعه 8 نحن بيقصدوك من كل لبنان؟ ها؟ بيقصدوك من كل لبنان؟ فعلا وشو ابعد حدا اجى لعندك من وين؟ من لبنان؟ افش بعيد من لبنان بلش من الهرمي للعكار لبنان صغير وفي شي ناس اجت من برا من برا من وين؟ من الصيفية منين ما بدك من ايطاليا من فرنسا من كندا من استراليا من امريكا من المانيا من انجلترا من الدول العربية كثير بيجينا ناس
بيجوا عن شركات سياحية ثانية عندك سدد عندك ريكور الأردن عند عائلة بيجوا من الأردن بين أشخاص رجال ومرت وزيد وعيالهم كل سنة نهار عيد الميلاد بدوا لكم هون ما في بيجوا بيجوا سنين أبر بيجوا بعيدوا هون ما بتشوف هي بعيد أفران بعيد أفران يلي بيجي عندكم بيجي على البيت ايه أبر يا Tu as faim? Oui. Qu'est-ce que tu veux manger? La pizza de moi et papy. Qu'est-ce qu'on va manger? La pizza de moi et papy. Et toi? La pizza de mamie et papy. Qu'est-ce que tu veux manger? De moi et papy. De... اه كمان بعد فيها بندور على الوجه في لسه ماء نار هيك شغلة مهمة هيدي جديدة علي طارتين عم السماع مثل ما عم قلت لك إيش كتير بس ما فيش واحد عم جيبوا عن كريكور وعم برمهم كل لبنان طبعا هن وصغار يكتشفوا احلى بلد بالعالم وياكلوا اكل وطني لبناني ويتعرفوا على كل هالناس اللي بسميهم هيروز ويلي صار لهم سنين 56 سنه لكريكور بيطبخوا بيعملوا شغل نفتخر فيه من هي تخشى اربع نوع جبنه بيضتين قوارمة كتير طرية عجينة معمولة على الإيد ريحتها الضايعة وريحة الخبز المزبوط مش الخميرة شو بده واحد أكتر من هيك؟ سنان أب شو اسمه؟ سنان أب طيبين؟ سنان أب بيجي لهون للقمة طيبة أكيد بس بيجي لهون تالتقى بيلور وبكريكور وتأكل لقمة كلها نفس منا قصة عجينة وشوية غراض في أكل كتير طيب معمول بالضيعة
وفيها نفس صار له أكثر من 60 سنة وهيدا أهم شيء. ما في منكم وأنتوا كمان أهلا وسهلا فيكم. مشوار على بسكنتا. يا أهلا فيكم. أنتوا بتحبونا. الله يكون معكم. مرسي. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بلتقى في كتير قريبا. بتمنى عليكم جيبوا كل جمعة. إيه؟ كل جمعة. قول للبابا دايما بدنا نيجي عن جد. جيبوا كل جمعة. سمعتي؟ وين؟ في زعتر مراكش.